تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس الحرس الوطني. هذا نصها: سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي ببالغ الفخر والاعتزاز، يشرفني يا صاحب الجلالة أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع رجالكم من منتسبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، مقرونة بعظيم الولاء والامتنان لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس الحرس الوطني، والذي كان له عظيم الشرف بأن يحظى بالدعم الكريم من لدن جلالتكم، فأصبح بفضل توفيق الله تعالى ثم بفضل توجيهات جلالتكم السديدة مؤسسة عسكرية حضارية على درجة عالية من الكفاءة والجاهزية القتالية والقدرة على تنفيذ المهام الوطنية بكل كفاءة واقتدار، متعاونا مع الأجهزة الأمنية العسكرية الأخرى في مملكتنا العزيزة في الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، مجددين العهد والولاء والطاعة لله تعالى ثم لمقام جلالتكم السامي بأن نظل كما عهدتمونا دائما وأبدا جنودكم المخلصين للوطن ولجلالتكم، منفذين لتوجيهاتكم النيرة للحفاظ على أمن الوطن وحماية مكتسباته التنموية والحضارية، دعينا المولى العلي القدير يحفظ جلالتكم ويكلأكم برعايته ويديمكم ذخرا وسندا لوطننا الغالي، حفظ الله جلالتكم وسدد خطاكم. الفريق أول ركن رئيس الحرس الوطني محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني. هذا نصها: سمو الأخ العزيز الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الحرس الوطني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببالغ تقديرنا واعتزازنا بالتهنئة التي بعثتم إلينا بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس الحرس الوطني الذي يشكل مع قوة دفاع البحرين والأمن العام الحصن الواقي لمملكتنا الغالية والدرع المكين لهذا الوطن العزيز، إننا نفتخر بالمستوى الرفيع العالي الذي تبلغه وحدات الحرس الوطني عاما بعد عام برئاستكم وتوجيهاتكم من تدريب وجاهزية عالية واستعداد تام لتلبية الواجب بكل اقتدار، ونود أن نبعث بتحياتنا إلى جميع منسوبي الحرس الوطني من ضباط وقادة وأفراد، ونسأل الله عز وجل التوفيق لكم جميعا لخدمة هذا الوطن والحفاظ على مكتسباته الغالية، حفظكم الله جميعا ورعاكم ودمتم سالمين. حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.